معلش للأسف مش هقدر أتكلم بالأسباني، لأن أنا حقيقة عرفت بس أقول جراسياس وبونس دياس وبس، وبعد كده مفيش حاجة. أنا سعيدة جدا إن أنا معاكم النهارده، اتشرفت بوجودي في وسطكم، اتشرفت بإني اتعرفت على مجموعة من السيدات العظيمات في كل واحدة في مجالها. يمكن إن إحنا النهارده 8، النهارده 8 ولا 7؟ النهارده 7، بكره 8، بكره يوم المرأة العالمة. هي المرأة الحقيقة بتعيش أجمل عصر ليها في الأيام دي. عندنا في مصر يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحترم جدا المرأة، بيحترم جدا الزوجة والأم والابنة، وبيشجعنا جدا في كل المجالات. وده يمكن اللي خلى يمكن عندنا 6 وزيرات للوزارة، عندنا 6 وزيرات هم اللي ماسكين الوزارات، يعني الاستثمار والصحة والتضامن والسياحة، كلهم اللي بيديروهم سيدات. أنا هنا النهاردة يمكن بصفتي رجاء الجداوي اللي اقتحمت مجال كان خاص بالأجانب فقط. كنت أول فتاة مصرية تدخل مجال حرب الأزياء، كان خطوة جريئة جدا في التوقيت ده، لأن الكلام ده كان زمان قوي. لا لا لا، كبروا بينا وجوا بيشاركوا معنا هاد الحفل والمهرجان يعني العالمي اللي حضر فيه المغرب هاد الدورة اللي هو المغرب كضيف شرف، وجاو من المصممين عالميين من المغرب يعرفوا بالقفطان المغربي اللي غادي يكون حاضر بقوة معنا في الدورة هذه، والثقافة المغربية اللي غتكون حاضرة بقوة معنا، والشخصيات المتكرمات منهم السيدة رجاء الجداوي، فنانة يعني قصة ما شاء الله عليها، يعني تاريخ في الفن، معنا هاني البحيري الفنان المصمم المشهور، معنا هند نورسين من دبي ما شاء الله، يعني ان شاء الله تعرفوا عليها اكثر، معنا الشيخة هند القاسمي من دبي ما شاء الله عليها، ان شاء الله تعرفوا عليها اكثر في هذا المهرجان، ومعنا كارلوس مونغي هو الـ الانبخابر السفير للجمعية الفن والثقافة بلا حدود، ومعنا الشيخة أمل الصباح المعجبة بالمغرب وعاشت في المغرب وعايشة في المغرب. نتمنى إن شاء الله ما نطولش عليكم وندوز الكلام للسيدة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.